من ضمن الأسئلة اللي كتجيني بزاف هنا، فوقاش نستعمل أسيدو يولورونيكو ونياسيناميدا مع بعضيتهم؟ مهم، أبسط حاجة هنستعمله. مهم، إذا بغينا نستعمله الأسيدو يولورونيكو بوحديتهم ضروري كنعملو البخاخ الأوتيرمال هو اللولاني، وكنعملو الأسيدو يولورونيكو، ولا كنكونو عملنا التونيكو ديالنا. إذا بغينا نعملو نياسيناميدا ندخلوه في الفورمولا ولا الفيتامين سي، شنو كنصبقو؟ يعني الاساس الحمض هيالورونيك خصها تكون البشره رطبه، يعني ماشي فازقه بزاف، تكون رطبه. يعني كنطبقوا النياسيناميدا يعني شويش، يعني بعض النقط ما يكونش في رغوه، يعني بعض النقط قبل ما تجف او قبل ما تيبس كنوضعوا مباشره عليها بعض النقط ديال الحمض الهيالورونيك، وديك الساعه كنعملوا سكين كير ديالنا، اما واقي شمسي ولا الكريم ديالنا دليل. ونفس الحاجه كنعملوها اذا كان الفيتامين سي، فيتامين سي على كنعملوا بعض النقط وكنعملو مباشرة موراها الحمض الهيالورونيك، كل واحد على حسب التكسورة البشرة ديالو. مهم، كنتمنى نكون جاوبت على الأسئلة اللي كانت جاتني في الخاص، وكنتمنى تكونوا كتستفدوا من هاد الفيديوهات اللي كننزل. خليتكم على خير.